ما انا لسه عايزه اسالك بقى، ايه بقى انواع الفيتامينز اللي تناسبنا لما احنا كل ما بنكبر زي ما بنقول كده بيقل مننا سعرات طبعا في الحرق، زي بقى ما احنا بنقول كده عمليه التمثيل الغذائي برضو بتقل معانا. طيب نعمل ايه؟ ايه اللي ممكن نكمل بيه نخليها مظبوطه؟ من اهم الفيتامينات يا عظيمه اللي بتعلي لي سرعه التمثيل الغذائي فيتامين ب المركب، اللي هو كل ب مجموعه ب بالظبط، كل عيله فيتامين ب هي اللي بتحول لي الاكل الطاقه. يعني هي اللي بتسرع لي سرعه التمثيل الغذائي. لو هتكلم ايه المكملات الغذائيه، او بالنسبه لي من افضل المكملات الغذائيه اللي فيها كل مركب فيتامين ب، لان انت بتلاقي مكملات غذائيه تانية فيها مثلا نياسين ثيامين بس ما فيهاش رايبوفلافين، فانا عايزه مش كله بالزبط. مش كلها. فالحقيقه اللي ميز الف مالتي فيت من انتاج الشركه المحترمه شركه بايو ناتشرال، اللي بيميزه انه ملم بعائله فيتامين ب كامله. انا عندي داخل الف مالتي فيت نياسين ثيامين رايبوفلافين فوليك اسيد بايوتين كوبالامين، كل عائله فيتامين ب 1 و2 و3 و5 و7 و12 و9. طبعا اهو العلبه معانا هي الالف بالظبط، الف مالتي فيت. الف مالتي فيت ملم بكل عائله فيتامين بي، فيتامين بي، فبيعلي لي جدا سرعه التمثيل الغذائي. بلس ان داخل هذا المنتج المحترم، انا بقول عليه محترم لانه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، وده مهم، ودي حاجه حلوه جدا ان انا ابقى مطمنه وانا باخد مكمل غذائي انه موجود زي ما احنا شايفين تحت، متوفر بجميع الصيدليات، ودي حاجه مهمه. حاجه حلوه جدا طبعا، هتساعد ناس كتير قوي بتدور عليه في الاماكن القريبه منها، كمان في المحافظات عشان هم بيعانوا كتير. بنحاول نوفر في كل محافظات مصر، وشركه بايو ناتشرال طرحه ارقام الشركه عشان اللي هيتكلم في التليفون يسال على الصيدليه اللي جنبه. ده حلو قوي طبعا، ده حلو قوي ده، عشان كل اصدقائنا اللي بيتابعوا وعايزين يوصلوا له، عايزين يوصلوا كل هي المكونات الفيتامين الفا مالتي فيت اهو. الزنك رقم واحد مكتوب، الزنك برضه نسبه حلوه طبعا، والفيتامين سي 500 طبعا، ده كويس جدا طبعا. يعني طبعا وفيتامين هي طبعا، الزنك مهم كمان للمناعه. يعني انا مش بتكلم بقى ان اصلا بي 6 ده ما بيبقاش موجود في كل اصلا، معلش الحقن اصلا اللي بتبقى في ناس مكتوبه لها فيها مجموعه البي، ساعات ما بيبقاش فيها بي 6، بتبقى موجوده في نوع ونوع لا على فكره. صح، انا بقى اعاني من النقص ده، فبيبقى عندي مشكله جدا، فبتابع جدا القصه دي. والحلو فيتامين بي ان هو ووتر سوليبل، يعني لازم نشرب له ميه، بيشرب له ميه، والاكسيد من الفيتامين بيطلع عن طريق البول، ما بيتخزنش في الخلايا. حلو قوي، فرائع فيتامين بي. وشايفه فوليك اسيد نسبته حلوه قوي قوي يا دينا، ما شاء الله، يعني 400 ده كويس جدا. 400 مايكرو جرام مش ميلي جرام، مش ميلي، اوكي 400 مايكرو جرام. المره الجايه انا بس بنسبه وتناسب، مع انه موجود في معظم الفيتامينز المهمه. وفيتامين بي 12، ده فيتامين بي 12 الكوبالامين، انا قلت لك بي 12 انا من شفته طبعا، اهم الفيتامينات لتكوين خلايا الدم الحمراء. اوكي، وبي 6 بي 6، وعندي البيوتين. البيوتين مهم قوي لعمليه التمثيل الغذائي، ومهم جدا للشعر والزنك كمان. صح، الزنك رائع مناعه خصوبه عند الرجال طبعا، والنحاس طبعا. عندي كالسيوم كمان داخل الف مالتي فيت، والحلو في الكالسيوم انه 70 ملي جرام، البني ادم الطبيعي محتاج 1000. كنت لسه هقول لك محتاج 1000. طب ليه عاملين 70؟ عشان احنا بنقول ان الف مالتي فيت مكمل غذائي، هو مش علاج لهشاشه العظم، ليس علاج، لكن هو بيساعد على تكوين خلايا العظام، والبني ادم الطبيعي محتاج 1000، الحامل محتاجه 1200، لكن انا بتكلم على البني ادم الطبيعي. فالحلو في الف مالتي فيت ان الكالسيوم مش هيحصل له اكسيد، مش حلو ان الكالسيوم يعلى في الدم طبعا، مش كويس، لكن الا في حالات معينه، لو هو هي عندها نقص بقى، وده هي بتاخد بتكمل على جنب المكمل الغذائي. صح كده، لو في نقص شديد الطبيب المختص بقى بيديها جرعات مكثفه. فهمت، ده دي بتبقى اوردر من الدكتور تحت استشاره الطبيب. وطبعا الكالسيوم مهم للعظم، ومهم لانقباض عضله القلب، مش بس للعظام. طبعا طبعا، كالسيوم وقصاده مغنيسيوم. فالب مالتي فيت طبعا مرخص من هيئه سلامه الغذاء.
ومتوفر في جميع الصيدليات. السعر رائع طبعا، سعره حلو قوي، متناول الجميع يا دينا. صح اكيد متناول الجميع. بقى يا جماعه الارقام الخزعبليه بنسمعها في الفيتامينز المستورده الخزعبليه طبعا. معانا اهو التصريح قوي. الشهاده اهي، شهاده تسجيل منتج مالتي فيت يعني، وده يدي امان لكل الساده المشاهدين اللي انا بحترمهم جدا. بس هو لو مش كده مش هينزل عمره في الصيدليات. لا عمرنا ما هنلاقيه في الصيدليات. عارفه يا عظيمه، يعني انا اوريدي في الصيدليه، عشان كده بقول لو في الصيدليه احنا مش محتاجين نعرض الترخيص على الشاشه. لكن للناس اللي برضو مش اوير ومش عارفه وعندها الجانب ده بتخاف منه طبعًا. تبقى اطمئنت. وشركه بايو ناتشرال طبعا ليها جزيل الشكر انها تعرض الترخيص. وانا بحترم هذه الشركه، لان شركه بايو ناتشرال لا يمكن هتشتغل في منتج غير مرخص. حتى بقول بعد كده ان ذا فيوتشر لو اشتغلوا على منتجات تانية، مفيش حاجه هذه الشركه هتنزلها غير وهي مرخصه من اصلا. ده مش بالساهل، الترخيص ده ما بيجيش بالساهل خالص. لا ده سنين. انا بس عايزه اقول لحضراتكم ان فعلا الناس دي في فعلا حاجات الواحد بيعرفها، بس كده احنا يعني كناس عاديه بنعرف ان في حاجات جات من اصدقاء مقربين في المجال او في المكان انها بتترفض، ما بتاخدش ابدا التصريح او ما بيطلع لهاش ده خالص، فبيبقى في صعوبه فيه. فهو الشغل على البرودكت ده طبعاً. لو هو مش محترم مش هياخد، هيحصل على الموافقه. لا هي اصلها معادلات وحاجات طبيه وتستات، حاجه امنه هتترخص، حاجه مش امنه لو اتعمل ايه مش هتاخد التسجيل. طب ما تقول لنا بقى الاعمار اللي ممكن تاخد الكبسولات دي بتاعت الب مالتي فيت المكمل الغذائي ده، من اعمار قد ايه تساعد ممكن؟ من اعمار من قولي مثلا من 14 سنه اقدر استخدمه. ده لكل الاعمار. أوكي. لكل الاعمار اكيد. العمر الكبير بيحتاج فيتامينز اكتر مثلا. ماشي اوكي أكيد. بس اقصد الصغيرين بس كمان. بس الصغيرين برضو بياخدوه، لان كمان في مشكله في الشباب ان هم بيحبوا ياكلوا الحاجات الوجبات السريعه. هي دي مشكله. فدي مشكله على فكره. الكربوهيدرات او الكربوهيدراتس اللي هي المكرونات والرز، الحاجات دي والنودلز، الحاجات دي سريعه التحضير. لكن الاكثر منها الفاست فود برضو والحاجات اللي هي دي مصيبه. فاست فود طبعا كارثه. ويمكن عايزه اقول ان من اهم حاجات بالنسبه للاكل بتسرع لي عمليه التمثيل الغذائي الدهون الصحيه. تقول لك دهون دكتوره دينا بتقول دهون افوكادو. ما هو في دهون افوكادو صحية. قولي بقى قول لنا يعني حاجات حلوه. الافوكادو أيوة هايل. زيت الزيتون طبعا، زيت الزيتون حلو جدا. المكسرات فيها دهون صحيه كويس. السلمون بس المكسرات تتحمص فرن صح؟ مفيش قلي. لا قلي لا وقصه القلي كمان مهم ان انا لما باجي بقلي مقليش ما قررش القلي بتاعي كذا مره طبعاً. عشان كده بخاف من الاكل بره انا ما اعرفش مطبوخ ازاي. اكيد فاكل البيت مهم يعني. صح. من المشروبات اللي بتعلي لي كمان اقول لنا بقى الشاي الاخضر، القرفه، الجنزبيل. طب والناس اللي عندهم ضغط بيعلى شويه في القرفه والجنزبيل لا. نبعد بقى طبعاً. عن ده لا. وممكن طبعاً. ناخد الحاجات دي. انا على طول بتكلم ان ما عنديش امراض. حلو قوي. لان هنفرق بين المكمل الغذائي ليس في ماده فعاله تعالج اي حاجه في الحياه. كويس. هو بيساعد. هو حاجه بتساعدنا بس. عارفه ببساطه كده صيانه للجسم. يعني لما بتيجي مثلا بنشتري عربيه جديده المفروض بعد 5000 كيلو صيانه 10000، فانت بتعملي صيانه كده للجسم. صحيح. بتدعمي بيها الصحه، تدعمي بيها النشاط، تدعمي بيها الحيويه، تدعمي بيها التمثيل الغذائي. انتي اوكسيدنت، لكن ليس علاج وليس وقايه لاي مرض برضه. طيب اوكي حلو قوي الكلام ده.